نيجيريا وكوت ديفوار. انا اتوقع ان حرام كوت ديفوار ما تفوتش البطوله، بس نيجيريا اقوى. انا عايز كوت ديفوار تكسب كاس الامم عشان بذلوا جهد كويس، لكن الكلام بيقول ان نيجيريا لان معاهم مدرب كويس جدا. والله انا اتوقع كوت ديفوار بعد التغيير اللي حصل، بعد ما كانوا متاخرين خالص في النتائج بتاعتهم وبعد التغير اللي حصل ده، انا اتوقع كوت ديفوار. جنوب افريقيا عشان هي كسبت كاب فيردي اللي هو اصلا اقوى منتخب في البطوله يعتبر السنه دي، وكان هو متصدر المجموعه اللي كانت اقوى، يعتبر من اقوى المجموعات اللي في البطوله، هو اللي تصدرها، وفي اخر جنوب افريقيا كانت كسبته، فهو في الاغلب هي تاخد البطوله. يعني على ما اعتقد يعني نيجيريا بتلعب كره حلوه وكره حديثه، ويا ريت المدرب المصري والفريق المصري يخطوا خطوه سريعه، واللياقه البدنيه تكون مهمه جدا بالنسبه لهم ويطوروا من نفسهم. اتوقع نيجيريا لانها في عندها تيم قوي وعندها اوسيمن بقى واخد حافز اللي هو واخد افضل لاعب في افريقيا، وحافز يعني حافز اللي هو يعني يكمل يوصل للنهائي وياخد البطوله مع فريق نيجيريا. بصراحه فريق منظم هجومي. كاس الامم كوت ديفوار. ليه كوت ديفوار؟ لان كوت ديفوار كان يعني بالمعنى البلدي كده كانت بتموت، كانت بتطلع في الروح ورجعت، فمعنى ان حد يحصل معاه كده ويرجع تاني ده ان شاء الله مش هسيبها بالسهل. اتوقع نيجيريا، بس لغايه دلوقتي كوت ديفوار يعني نقول الحظ ماشي معاها كويس لغايه دلوقتي، خادمها لغايه دلوقتي، بس كسكواد وكفرقه نيجيريا طبعا اقوى فرقه في البطوله. انا متوقع جنوب افريقيا، سكواد جامد جدا، حارس متميز، لعيبه جامدين جدا، ما فيش عندهم خوف، ما فيش عندهم قلق، مدرب متميز جدا. غالبا نيجيريا يعني ادائهم لغايه دلوقتي انا شايف ان هم اكتر فريق منتظم في ادائه، فمتهيألي نيجيريا. اتوقع نيجيريا علشان منتخب قوي، عناصر كويسه، متفاهمين مع بعض، معاهم مدرب كويس ولاعيبه كويسه خصوصا اوسيمين، فمتوقع ان هم يكسروا الدنيا وياخدوا البطوله. نيجيريا بالنسبه لي انا فريق قوي متوازن دفاعيا وهجوميا، مقدم مستوى كويس لغايه دلوقتي.